الإمام جابر بن زيد فقيها. طبعا الإمام جابر بن زيد يعد من كبار العلماء والفقهاء في عصره، وقلنا هو أعلم أهل زمانه بعد ابن عباس، وقد تضافرت شهادات العلماء المعاصرين له في ذلك، وذكرنا آنفا عددا من شهادات العلماء فيه، من ذلك ما قاله ابن عباس: هو أحد العلماء، وقال: اسألوا جابر فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علما. وقال جابر بن زيد: أعلم الناس. وقال ابن عمر: يا جابر، إنك من فقهاء البصرة وستستفتى، فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. وطبعا شهادات عديدة في فقه الإمام جابر. وكان جابر بن زيد مع الحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيرهم يعدون من فقهاء البصرة. طبعا كان لنشأة جابر بن زيد بالعراق تأثيرا عليه من ناحية أنه منحى مدرسة أهل الرأي أكثر من مدرسة أهل الحديث، مع أنه جمع بين المدرستين، إذ كان يتردد على الحجاز وأخذ عن كبار الصحابة في الحجاز، فجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الأثر. فكان رضي الله عنه يلتزم في فتواه الثابت من نصوص الكتاب والسنة، وكان يلجأ إلى القياس فيما لا حكم له في كتاب الله وسنة نبيه. وأقوال الإمام جابر الفقهية واجتهاداته وفتاواه مبثوثة في تراث الفقه الإسلامي المعروفة طبعا لديكم. الإمام جابر بن زيد مفتي. لقد تضافرت الروايات التي تؤكد كون جابر بن زيد مفتي البصرة، وكان الناس عامتهم وخاصتهم يستفتونه، كما كان يفتي الناس في موسم الحج، حيث كان الإمام جابر يحج كل سنة. فعن زياد بن جبير قال: سألت جابر بن عبد الله الأنصاري عن مسألة فقال: كيف تسألوننا وفيكم أبو الشعثاء؟ نعم. وعن يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي قال: كان الحسن يغزو وكان مفتي الناس، ها هنا جابر بن زيد. وفي رواية: كان الحسن يغزو وكان مفتي البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء. وفي تاريخ أبي خثيمة: كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس جابر بن زيد. وقال همام بن يحيى: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة. وعن حماد بن زيد ذكر أيوب يوما جابر بن زيد فعجب من فقهه، وفي رواية: فجعل يتعجب من فقهه. وقال إياس بن معاوية: أدركت البصرة وما لهم مفت يفتيهم غير جابر بن زيد. نعم. وعن عمرو بن دينار قال: ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد. وقال ابن الأعرابي: كانت لأبي الشعثاء حلقة بجامع البصرة يفتي فيها قبل الحسن، وكان من المجتهدين في العبادة. طبعا وذكرت أن الإمام جابر بن زيد كذلك هو كان المفتي في موسم الحج، حيث أنه كان يواظب على أداء الحج في كل موسم. كذلك كانت تأتي الرسائل للإمام جابر بن زيد من مختلف الأمصار الإسلامية، يستفتونه ويسألونه في أمور دينهم، وقد وصلت إلينا طبعا عدد من هذه الرسائل.